التيران فين غيلعب المنتخب عاوتاني بالتوفيق يا ربي. شو المغاربه مبلبلينها برا التيران اخوتي، حنايا كما العاده راه كنوجدوا حتى من التونيات مصبرين هما اخوتي باش نتفرجوا في المنتخب وهما نقيين. تمن يونس هاد المره دبر على رايه زايا كيلعب وشاد الرايه معنقها ما باغيش يتفرق معاه، باش الا ربحنا المنتخب نخرجوا عاوتاني بالبلوه في الشارع ياك اوكي. السلام عليكم زازلوس افردوز، مرحبا بكم في قناه العزاوي فاميلي تو اخوتي، فيديو جديد ومقلب جديد. وفي نفس الوقت اليوم اخوتي غنصوروا لكم رياكشن ديالنا على اهم احداث هذه المباراه اللي لعب المغرب اليوم ضد البرتغال، ويا ربي يربحوا. وشتي حتى ما ربحوش غيكونوا قدموا واحد الاداء اللي زوين وغيكون بالنسبه لنا حقوا شي حاجه اللي انجاز تاريخي، اذا ماشي مشكل ما يبقاش فينا الحال بزاف. وكما قلت لكم من بعد المباراه غادي نصوروا لكم الاجواء العام سيدي ديال الانتصار فاش كيربح المغرب، كنخرجوا بالبلو في الشارع غنصور لكم كل شيء. اهم حاجه هي المقلب اللي غنديروا فيه هشام. اول حاجه خوتي غنبداو بها هي البران المقلب حتى ما يمكنش، راه هشام اكثر واحد مستريس فينا مربوش بسبب الماتش حتى ما يمكنش داخل خارج كيترعب كيديرها داكشي علاش؟ كرا اننا نديرو هادي في البلازما التصويره هادي غنديروها هنايا. ويلي ويلي وغنقولوا ليه انت هرستيها ما نعقلوش عليه. المهم ها يا خوتي مهرسه دابا البلازما، للاسف اخوتي البلازما تهرست ما تفرجوش في الماتش. قفرتيها عند ابراهيم اش كنتي كدير في البلازما؟ البلازما قبيله هرستيها انت تجي شوف يلا اجي دابا ما نخلعكش، انا دابا كنترعد جي دابا عرفتي فاش غنتفرج اصاحبي. A few moments later على السلامه اصلا واش تم مريض ولا شنو؟ كيفاش هو هرستيها صاحبي؟ راه اخر واحد كان جالس هنا هو نتايا واش بنيت؟ انت ابراهيم انت هشام يونس كان كيلعب معايا في البيسي قالت لي ابتسام انت كنتي كتقاد شي خيوطه هنا اذا انت اللي هرستيها ما نعقلش عليك. ودابا بحال اللي تنتفرجوا في الماتش اش كتضحك؟ وعلاش كتضحك؟ كتضحك على نفسك ولا كتضحك؟ واش مني راه انت اللي مستوى واقيلا ولا ما عرفت تسطا عليا؟ هشام واش مني انت؟ هشام ما تعصبش امي ما تعصبنيش سطا هرستي البلاصه الله يهديك اصاحبي الله يهديك بشويه. A few moments later ويونس ملعب كره هنا ما بعيد عليها اصلا البلازما. يونس اجي واه ما قربش ليها حتى انت معاه. اجي انا نسول يونس. يونس شكون هرس هاد البلازما؟ شكون هو هشام؟ فين شافني؟ فين شافك؟ فين شافني؟ اش كضحك اصاحبي؟ فين شافني؟ كيضحك. A few moments later واش تسطيتي؟ هرستي البلازما؟ وفين هو قربت ليها؟ راه مدا نهور انا بوش ابراهيم بقا تشوفني شي شوفني شي واحد خايب. شوف لي واحد خايب اش درتيها؟ كنقول لك ديما ما تبقاش انا ما قربتش ليها عباد الله ونقطع هشام A few moments later واه ماشي انا راه الهرسة ديال بصح اصاحبي يا مراد انتوما تحاميتو عليا انت A few moments later ودابا مالك اصاحبي مالك كتبكي دابا مالك؟ ما كيبكي عيد قلنا لك انت هرستيها كتبكي يا صاحبي راه انت هرستيها. هشام 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 ما تبكيش هشام واه هشام والله الا طلع ليه الدم الظلم خايب بعد مني والله الا الدموع يون سكتو يون سكتو ودابا فرح شتي لا ولي شكون جا عندنا بطرف ديال الخبز رانيا رانيا تعطلتي درنا واحد المقلب لهشام دابا تفرجي فيه كان كيبكي بكينا. يلا اخوتي دابا غتشوفوا ردة فعل عائلة العزاوي على الاهداف اللي غيتسجلوا في هذه المباراة وان شاء الله يكونوا في المرمى ديال البرتغال يا ربي. فهاد اللقطة شنو وقع اخوتي؟ وخرجت ديروا النية
اخوتي دابا كما كتشوفوا الشوط الاول سالا. ايوا
هشام اخويا هادشي واعر الصاط شحال ديال الناس هنا تبارك الله فرحانين فرحانين الفيديو نحطو لكم دابا تفرجوا فيه. بالنسبه للاجواء اللي غنعيشوا بالليل اخوتي من بعد ما نحطوا الفيديو غتلقاوها في ستوريات انستغرام، راه كاين في الديسكريبشن. وسايا مبروك المغرب وفي فاناراك الله يوفقو يا ربي. امين يا ربي. سايا شنو البلان؟ خارجين نشطوا مع الناس حيت يا قادر كيبقاو حتى 12 الليل.
شكرا للمنتخب فرحتونا وتحيه لرجال الامن الوطني عفتو ضاربين تماره ديال بصح. شكرا لكم على التعاون ديالكم. الله يجازيكم الله يجازيكم. والله عامر جبار، والله المغرب حلو، المغرب حلو. العربيه حبيبي.